عبر الهاتف من محافظة اللاذقية الدكتور حسان فارس مدير الحراج. يسعد صباحك دكتور حسان. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور ويعطيكم ألف عافية. إذا بدنا نحكي بالتفصيل، امبارح كنتوا باللاذقية للوقوف على واقع الأراضي المتضررة، خبرنا كيف كانت الجولة وكيف كان واقع الأراضي المتضررة، لوين وصلتوا؟ هلا رح احكي بشكل عام تصحيحا، انا في محافظه طرطوس موجود وكان السيد وزير في محافظه اللاذقيه. نعم. ولكن بالعموم كانت محافظه طرطوس او ان كانت اللاذقيه او حتى حمص الحال واحد لثلاث محافظات، يعني الحرائق اندلعت في ثلاث محافظات بوقت واحد. معروف عن المنطقه الساحليه في هذه الفتره خاصه في الشهر العاشر عندنا رياح بتكون شرطية محملة أو مشبعة بالجفاف، حتى الوقود الطبيعي من النباتات والأعشاب أيضا تكون جافة وخطرة جدا في حال وجود أي شعلة من النيران. بدأت الحرائق في قرب علي في محافظة حمص، تم التعامل معها من قبل رجال الإطفاء في مراكز حماية الغابات والرجال الاطفاء من الدفاع المدني في هذه المنطقه، وتم استحواذ الحرائق فيها. انطلقت النيران، طبعا هي كانت منطقه حدوديه ما بين حمص وطرطوس، انتقلت الى حدود محافظه طرطوس. بهذه الفتره نتفاجأ بالابلاغ عن عده حرائق في عده مواقع في بنفس التوقيت. تم قيادة الحرائق في الفترة الأولى من غرفة العمليات في وزارة الزراعة والصلاح الزراعي وفي حال وعند زيادة رقعة الحرائق وعددها، تم توجه إلى أرض الميدان من قبل السيد الوزير ومن قبلي، وتم بالإضافة إلى باقي الجهات المشاركة معنا وزارة الصلاة. تم التعامل مع هذه الحرائق لمدة يومين والحمد لله رب العالمين. الآن على مستوى ثلاث محافظات تم اخماد جميع النيران مع وجود بعض البؤر التي تكون في مناطق صعبه يتعامل معها حاليا الرجال الاطفاء. نعم، يعني مثل ما حكيت دكتور حسان ونقلنا ببدايه الحلقه طبعا الخبر العاجل من محافظه اللاذقيه بهو اخماد تقريبا جميع الحرائق ما عدا البؤر الدخانيه المتبقيه. يعني اليوم بداتوا باحصاء على ارض الواقع لواقع المحاصيل الزراعيه المتضرره، مبدئيا كيف شفتوا الواقع سواء باللاذقيه او بطرطوس او بحمص؟ هلق هي كالعاده في حال انتهاء او في حال اخماد الحرائق وخاصه اذا كانت كبيره، هناك لجان مختصه على مستوى المديريات الزراعه تنتشر في الوحدات الارشاديه والمناطق الزراعيه والحراجيه وتبدا عملها العمل المساحي وعمل تحديد الاضرار او تقدير الاضرار للاشجار المثمره والمحاصيل بالاضافه الى الحراج. وهذه اللجان حاليا في الميدان تعمل عملها. نعم. نعم، بدنا نشكرك دكتور حسان فارس على جميع المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى لكم التوفيق بهي المهمه الصعبه بهي الايام القادمه، شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك، الله يعطيك العافيه. اكيد، شكرا لك دكتور حسان.